النهاردة موضوعنا عن ستر الفضائح، وأنا يعني بقول اسم الموضوع في الأول عشان هحكي لحضراتكم قصتين حقيقيتين جولي بغرض سؤال شيوخنا يعني، وأنا فعلا بعتهم لفضيلة الشيخ أشرف الفيل وهحكيهم لحضراتكم علشان المواضيع دي مهمة جدا. وباختصار شديد أول قصة جات لي من سيدة بتقول لي أنه جوزها اكتشف أنه مرات أخوه بتخون أخوه. جوزها اكتشف أن مرات أخوه بتخون أخوه، سمعها مرة بتتكلم في التليفون وتتبعها وفضل مراقبها لغاية أما وقعوها يعني في الموضوع، وإن هي فعلا تيقنوا إن هي خائنة وقالوا لجوزها، ويعني الموضوع بقى يعني فضحوها عند جوزها وخلاص، وهي طبعا مخطئة وكده. هي بقى بعتت لي بعد كده قالت لي بس أنا اللي كنت بكشف سترها، يعني أنا اللي كنت بتتبعها وأنا اللي كنت بساعد جوزي بإننا إزاي نوقعها ونكشفها، فهل ده حرام عليا ولا حلال؟ ده أول سؤال. تاني سؤال جالي من واحدة بتطلب مني إن أنا أوصل صوتها للإعلام، وأنا الحقيقة قلت لها مش هينفع لأنه دي ده ممكن يبقى تشهير بحد، يعني أنا طبعا بحكي القصة بدون أسماء وبدون حاجة، يعني قصة عامة كده إنه ممكن يبقى تشهير بفلانة، فده لا يمكن الإعلام يطرح حاجة زي كده. هي أخوها توفى وكان متجوز وعنده بنت، وبعد ما أخوها اتوفى هما كانوا عايشين معاهم في البيت مع أبوه وأمه وأخته، اكتشفوا موبايل قديم عليه رسائل وتشات، اكتشفوا أن الموبايل ده بتاع زوجة أخوهم اللي توفى، وأن هي كانت على علاقة بشخص ما بيتكلموا حوارات كده. ف اكتشفوا كمان ورق وحاجات تفيد ان اخوها كان عنده صعوبة في الخلفة ما بيخلفش، وبعدين اتوفى وهو عنده بنت، مراته خلفت بعد ما هو توفى، يعني هي كانت حامل وهو عايش وكل حاجة مفيش مشكلة، وبعدين هو توفى والبنت جت، فالجد راح سجل البنت باسم ابنه عادي، وبعد ما سجلها باسم ابنه هو بنفسه اكتشفوا الموبايل واكتشفوا الحاجات دي، فهم هيتجننوا عايزين يعرفوا البنت دي بنت ابنهم ولا مش بنت ابنهم، فعايزين يعملوا دي ان ايه. فهي قالت لا انا ما عملوش غير بحكم محكمة، فاما راح المحكمة فالمحكمة قضت بانه لا رفض الدعوة لان الراجل هو اللي مسجل البنت بنفسه الجد، فانت بعد ما سجلتها جاي تقول لا دي مش بنت ابني، فهي قالت لي ما احنا اكتشفنا بعد كده. المهم يعني قلت لها لا نو واي الحاجات دي تطرح بالاسماء وكده، ده تشهير، لان هي لو البنت الصغيرة، اولا البنت الصغيرة ملهاش ذنب في كل الاحوال، بنته مش بنته ليه يتشهر بيها ويتقال دي بنت كذا، او يعني في حرمانيه اعتقد كده. خلوني اسال فضيله الشيخ مباشره، ازاي حضرتك فضيله الشيخ اشرف الفيل منورنا. فكره ستر الفضائح في حاجات شائكه جدا ومواضيع بتؤدي يعني لا ده نسب وكذا، والراجل شاف مرات اخوه يعملوا ايه؟ يفضحوا ولا يستروا ولا يعملوا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد، الاول هناك نعمه من النعم التي نغفل عنها كثيرا، وهذه النعمه هي نعمه الستر، فهذه من اعظم النعم على الانسان ان يستره الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يحب الستر، الله سبحانه وتعالى يحب الستر ويحب أن يستر على عباده. ويحب، ومن صور حب الله سبحانه وتعالى للستر أنه يأتي يوم القيامة للتائبين من المعاصي فيضع كنفه على أحدهم فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا اللي هو كان عامل فيه المعصية، حتى يشعر العبد أنه قد هلك خلاص، يعني انا ربنا اللي بيكلمني مش حد بقى، مش هقول لك ده قاضي ولا ده ربنا اللي بيقول لي فاكر يوم كذا وانا شفتك وادي العامله بتاعتك ايه، فيقول يا رب يعني أولست قد غفرت؟ مش أنت غفرتها لي خلاص والموضوع خلص؟
فربنا سبحانه وتعالى يقول له أسترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. يعني فالله سبحانه وتعالى يحب الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يا معشر، بيكلم الناس في خطبة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات الناس، فإنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره. نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته. يعني تتبع عورات الناس تتبع بمعنى إيه؟ السؤال نفس زي المثال زي أيوة زي المثال الأول اللي حضرتك شرحتيه، الأخت اللي هي قعدت تتتبع سلفتها بتروح فين بتعمل إيه بتكلم لغاية مين لغاية لما وقعتها. لا يجوز لها ذلك، ممكن تشك في سلوكياتها، شك براحتك، لكن لا تجزمي ولا تبحثي عن تتبع العورات.